وسهلا متابعين قناة وصفات جمال في دقائق. نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله الفيديو ديالنا غادي يكون وصفة للبغرير اللي هي وصفة ناجحة جدا 100%. فعلى بركة الله. المكونات ديالنا عندنا جوج كيسان كبار أو عنبة ديال السميد، وعندنا نفس الكاس النصف ديالو الدقيق الابيض، عندنا معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، ورأس معلقة ديال سنيدة او سكر خشن، وشوية ديال الملح حسب الذوق. وعندنا خميرة الحلويات ولكن ما غاديش نحتاجوها دابا حتى نخلطوا المكونات ديالنا. هاد المكونات غادي نخلطوهم بثلاثة الكيسان ديال الماء دافئ. الكاس اللي عبرنا به السميد والدقيق هو اللي غادي نديرو نفسه، هو اللي غادي نعمروه بالماء، وغادي نخلطو كيف ما كتشاهدوا حتى يكون القوام ديالنا نسبيا مسرح. من بعد ما غادي نخلطوا الخليط ديالنا على هذا الشكل، فغادي ندوزوه في الخلاط الكهربائي. دابا عاد غادي نزيد خميرة الحلويات او الخميرة الكيماوية من نوع 8 غرام. غادي نخلطو مزيان باش ينسجم العناصر كاملة، وعاد غادي نخليها تخمر مدة. دابا ملي خلطنا الخليط ديالنا مزيان فغادي نخليوها ترتاح او تختمر مدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة على حسب الجو. من بعد ما دازت مدة 15 دقيقة فكيف ما كتشاهدوا الخليط ديالي اختمر وظهروا عليه دوك الفقاعات، فهذا دليل على انه غادي يكون ناجح ان شاء الله. وهانتوما معايا كيف ما كتشاهدوا انا عندي مقيله هكا صغيره بالنسبه يعني للمبتدئات، فكنفضل انهم يستعملوا هذه المقيله صغيره اللي ما كتلصقش، كتجي فيها البغريره هكا سهل يعني باش تحطيها فوق منها، وكيجيو حتى الشكيلات ديالهم زوينين. خليت المقله ديالي حتى سخنت مزيان، عاد درت فيها الخليط. غادي نجهد العافيه حتى كيبانوا لي دوك التقيبات فوق البغريره دوك العوينات، وعاد كننقص العافيه باش طيب ليا وما تحرقش ليا من تحت. خليكم معايا. هنا البغريره ديالي الاولى طابت ليا، ومن بعد فاش كنبغي ندير البغريره الثانيه فضروري كندوز المقله في الماء بارد غير باش ما يتحرقش ليا منين بغي ندير حتى ثانيه، ما تكونش المقله يعني سخونه بزاف اللي غتخلي ان البغريره ديالي تحرق من التحت. فكندوزها في الماء هكا شويه ومن بعد كندير البغريره الثانيه، وهانتوما كتشاهدوا.
وبهكذا كنكون ساليت الفيديو وساليت ايضا الكميه ديال البغرير اللي صوبت. فهذه هي الكميه اللي كتخرج. الا بغيتوا يعني تقدروا تضاعفوا المكونات. وما تنساوش تخليوا لي اعجاب للفيديو وتعليق، انا كنتسنى التعليق ديالكم. وايضا ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد.